علقت الفنانة كارول سميحة للمرة الأولى على الجدل المثار حول الصورة الرومانسية لكليب نسخة مني، مؤكدة أنها قدمت هذا العمل كممثلة وزوجة متفاهم تماما طبيعة العمل بالفن وبيدعمها وبيقدر قيمة عملها، وهذا ما يمنحها راحة كبرى بتقديم أعمال الفنية. بعد تأجيل افتتاح دورته الأولى أكثر من 3 مرات، أعلنت إدارة مهرجان السينما العربي بشرم الشيخ عن تلقيها موافقة رسمية على إقامة دورة المهرجان الأولى بمنتصف شهر أيار 2024، وهو الموعد يلي تم الاتفاق عليه بعد اجتماع بين محافظ شرم الشيخ اللواء خالد فودة والدكتورة نيفين الكيلاني ووزيرة الثقافة المصرية، بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات لضمان عدم تعارض الفعاليات مع أي مهرجان آخر يقام بنفس الوقت.